متتبعي زينهما مع ام ايناس مرحبا بكم عندي اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذا البطبوط اللي نوعا ما صحي لاننا غادي نستعملوا فيه دقيق القمح الكامل وغادي نستعملوا فيه دقيق الشعير كما كتشوفوا معايا كيجي مهوي من الداخل كيجي الشكل ديالو كيشهي وحتى المذاق ديالو بنين وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وجربوا صدقوني انه غادي يعجبكم وغادي يصدق لكم واخا ما فيهش الفرص. وندوزو مباشره للمقادير. غادي نحتاجو 250 غرام ديال دقيق القمح الكامل، 250 غرام دقيق الشعير، ومعلقه كبيره من الخميره فوريه، والملح والماء الدافي باش نعجنو العجينه ديالنا. غادي نبداو على بركه الله. غادي نخلطو الدقيق، غادي نضيفو ليه الخميره، ونبداو نضيفو الماء تدريجيا. غادي نعجنو بالطريقه العاديه، غير العجينه ديالنا خصنا تكون رخوه ما تجيش قاسحه، لان الدقيق ديال الشعير كيشرب شويه الماء، كيبغي الماء يكون شويه بالزيت. واخا تبان لكم العجينه بدات كتلصق ما تخافوش، ما تزيدوش الدقيق، يخليوها غير ترتاح واحد شويه غادي تشرب داك الماء. غادي نبداو نضيفو الماء شويه بشويه. انا العجينه كما قلت لكم بغيتها تكون جاريه شويه. اللي متبع الفيديوهات ديالي غيلاحظ بانني انا ما كندلكش العجينه بزاف، انا كن ندير ليها الماء مزيان من الاول باش ما تجينيش قاسحه، باش ما تمحنيش وما نطربش انني ندلكها مزيان. غادي نضيف مازال الماء، غادي ندلكو غير شويه. كما كتشوفون انا غير كنخلطو بحال الا كنخلط شي حلوه. انا مازال غادي نزيد شويه ديال الماء. صافي العجينه ديالنا هي عجناها، دابا غادي نخليوها ترتاح واحد شويه، واحد 5 دقائق. كما كتشوفوا العجينه راه كتلصق شويه في اليدين. بعد ما ارتاح لينا العجينه واحد 5 دقائق، دابا غادي ندوزو نكوروها مباشره، ما نخليوهاش حتى تخمر. غادي نرشو الدقيق ونكورو. تقدر تبان لكم العجينه كتلصق، راه عادي، هذا هو الشكل ديالها باش يجينا الخبز مرطب وهشيش. غادي نكورو العجينه ديالنا وغادي نقرصوها، نديروها في شي منديل، نخليوها تخمر، تتخمر غير مره واحده، من بعد غنطيبوها. بعد ما كورنا العجينه غادي ندوزو مباشره باش نقرصوها. كما كتشوفوا مخليناهاش تخمر المره الاولى، غادي نضيفو شويه ديال الدقيق، من بعد نرشو الدقيق ونقرصو. بعد ما كنقرصو العجينه كنديروها في لاطا اللي كنكونو فرشنا ليها شي زيف، من بعد كنغطيوها باش نحطو عليها العجينه الاخرى، وكنستمروا بهذه الطريقه حتى نقرصو كاع كميه العجين اللي عندنا. كما كتشوفوا كنقلبوا العجينه ديالنا مره مره باش ما تلصقش لينا في سطح العمل، وكنبقاو عاقلين على الوجه ديالها باش منين نبغيو نطيبوها تنفخ لينا العجينه ديالنا. كما كتشوفوا هذه هي، هذا هو الوجه ديالها، هو اللي غادي نديرو لتحت باش الا بغينا نطيبوها يجينا هو الفوقاني.
عجينة بعد ما قرصناها كاملة. دابا غادي نغطيوها نخليها تخمر واحد ربع ساعة تقريبا. بعد ما خمرت لينا العجينة دابا غادي نديرو نقلع على النار حتى تسخن مزيان. من بعد غادي نشرب بشوية ديال الزيت النباتية وغادي نلوحو الخبز ديالنا يطيب. من بعد كنشرب بشوية ديال الزيت من الفوق، ما كتروش الزيت بزاف، بغينا غير باش يجي اللون ديالو مذهب. كنعرفو بأن الدقيق ديال الشعير كيجي اللون ديالو شاحب شويه، داكشي علاش غادي نستعملو زيت. الزيت ملي كنرميها المرة الاولى في المقلة ما نتعطلوش عليها بزاف باش ما تنبلش لينا العجينة ديالنا وما تنفخش. من بعد كنقلبوها في البلاصة. من بعد ما كنقلبوها كنتسناو عليها شويه حتى تطيب من الجهة الاولى. من بعد كنقلبوها الجهة الثانية. كما كتشوفوا الخبزة ديالنا هي بدات كتنفخ. الا بغيتوا الخبز ديالكم يتنفخ لكم ما خصكمش تخليوه يخمر بزاف، لان الخميره هي اللي ما كتخليهش يتنفخ. وكنبداو نقلبوها مره مره حتى يتحمر لينا مزيان. الا بات لكم جهه منفوخه وجهه لا، يمكن لكم تبداو تورقوا عليها بالجنب كما كندير. كنستمروا بهذه الطريقه حتى تحمر لكم مزيان الخبزه ديالكم وتحيدوها. وديروا نفس العمليه للخبزات الاخرين. ها هي الخبزه ديالنا تقريبا طابت. دابا غادي نحيدوها وغادي نطيبوا الاخرى. كما كتشوفوا معايا الشكل ديالها كيجي زوين وحتى اللون ديالها كيجي زوين. وغادي نرشوا المقله مره اخرى بالزيت. كل مره كنرشوها بالزيت باش تحمر لينا الخبز. كما كتشوفوا كنرشوها من الزيت، الزيت من الفوق حتى هي. غير في الاول صافي مابقاش كنعاودو نديرو ليها الزيت حيت ما بغيناش يجي في اللي دام بزاف بين يكون ناشف. كنقلبوه في البلاصه باش ما يتنبلش لينا. بعد ما خليناها شويه من الجهه الاولى دابا غادي نقلبوها للجهه الاخرى. باقي ما طابش، دابا غادي نغطوها حتى تحمر شويه من الجهه الاولى، عاد غادي نقلبوها للجهه الثانيه. هي طابت لينا من الجهه الاولى، دابا غادي نقلبوها باش نخليوها تنفخ. هي الخبزه ديالنا كما كتشوفوا هي تنفخات، كتجي مهوية من الداخل مكتجيش مديقصة. وكما سبقية قلت لكم ضروري متخليوش يخمر مزيان باش الخبز ديالنا بعد ما كنطيبو. هذا هو الشكل ديالو، كيجي زوين، كيجي حتى اللون ديالو كيكون مذهب واخا ديال الشعير والقمح كامل. غادي نقطع لكم وحدة تشوفو كي كيجي من الداخل، كيجي مهوي مكيكونش مديقص. وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه، كتجي صحيه. وكنتمنى تنضموا للقناه وتشتركوا وتفعلوا زر التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم. وخليتكم على خير. سلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله. الى بقى لما